إذن هذا هو ملك الأردن ممثلا عن بلاده الملك عبد الله الثاني حاضرا ضمن هذه القمة آخر الوفود الحاضرين إلى قاعة الاجتماع الحاضنة لهذه القمة. نشاهد الملك عبد الله الثاني ومن خلفه ولي عهده قادمين إلى صلب قاعة الاجتماع قمة المنتصف في إجراء بروتوكولي دبلوماسي لالتقاط الصورة التذكارية في هذه القمة، القمة المفصلية، قمة جدة التي وصفت صحفيا بأنها سيكون لها ما بعدها. الأردن من الدول الفاعلة الحاضرة والمجاورة لسوريا والتي لعبت دورا كبيرا فيما يتعلق بعودة سوريا لملء مقعدها الشاغر داخل الجامعة العربية. عمان كانت إحدى المحطات الحاضنة للتفاوض الدبلوماسي